السلام عليكم طلبة الأعزاء، محاضرتنا لهذا اليوم حول المسكولار تيشو. المسكولار تيشو specialized for contraction composed of cells. بسبب طول هذه السيلز راح نسميها cell fibers أو راح نسميها muscle fibers. بالنسبة للمسكولار تيشو راح يقسم إلى ثلاثة أنواع: السكيليتال مصل، السموث مصل، والكاردياك مصل. السكيليتال مصل باي تندون راح يربط بالبون، فمجرد اي كونتراكشن يعني يصير بهذا المصل راح يصير موف الى البادي. من صفات هذه المصل انه تكون فولنتري، اي ممكن السيطرة عليه. ايضا هذه الخلايا تكون حاوية في داخلها على في سيتوبلازم، هذه الخلايا او هذه الفايبرز راح تحتوي عليه من على الفيليمنت نسميها مايوسين اد اكتين. مايوسين اكتين الترابط بيناتهم هو راح يسوي لنا الكونتراكشن. التنظيم مالته بداخل السيتوبلازم راح يكون انترنيتنج، يعني دارك لايت دارك لايت، لذلك راح يكون يعطينا صفة سترايتد المل للمصل، لذلك راح تكون صفاتها سترايتد. هذه احد صفاتها. ايضا من الصفات الاخرى انه في حالة في مراحل الديفلوبمنت كثير من الخلايا many cells fuse. ايش راح يسوي لنا؟ راح يسوي لنا هذه الخلية الطويلة اللي تكون شكلها سلندريكال، راح تكون الانويه مالتها تكون متعدده الانويه. اذا من جاي هذا المتعدد الانويه؟ لانه في مرحله الديفلوبمنت كثير من الخلايا صار فيوز بيناتهم وكونت لنا مسل فايبر، لذلك راح نلاحظها متعدد الخلايا. لكن الخلايا العفو متعدد الانويه العفو، لكن انويه شنو تكون؟ جاست بيسايد جاست سايد ذا بلازما ممبرين، تكون تحت بلازما ممبرين او احنا نسميها بيريفرال، راح تكون بيريفرال للمسل فايبرز. ايضا هذه الخلايا من صفاتها مثل ما قلنا انه تكون voluntary، اي مجرد الكونتراكشن لها وارتباطها مع السكيليتون ممكن انه يصير لنا حركه بالجسم. هذا بالنسبه الى الخلايا، لذلك مرات نسميها voluntary muscle، ممكن striated muscle، وممكن نسميها السكيليتال muscle. هذا بالنسبه الى النوع الاول. نجي على النوع الثاني، هو السموث مصل. السموث مصل مالتها ليش سميت بالسموث؟ لانه السيتوبلازم مالتها الترتيب مالته مو مثل ترتيب السكليتال مصل، لا السيتوبلازم موجود بها المايوسين اند اكتين، لازم موجود بها لانه كونتراكشن يعتمد على المايوسين اكتين. لكن شنو راح يكون الترتيب مالته؟ مو الترنيتنج مثل عندنا السكليتال مصل، لا راح تكون بترتيب اخر وبانتظام اخر، لذلك راح نسميها سموث مصل. هذا النوع من السموث مصل موجوده بالفيزرال، موجوده باليورينر بلادر، موجوده بالبلاد فيزلز، موجوده في الانتستين الى اخره، اذا لذلك نسميها احيانا بالفيزرال مصل. طبيعة هذه الخلايا، احنا تكون هاي خلايا سبندل، يعني تكون مغزلية سبندل، مو مثل سلندريكال بالنسبة الى السكليتال مصل. من ناخذ مقطع نسيجي الها، هذا المقطع النسيجي ايش راح يجي؟ يعني اتصوروا انه هذه الخلية مغزلية، هذه خلية مغزلية تكون هي طبعا سنجل نيوكلياس، مو مثل عندنا السكليتال مصل راح تكون مالتي نيوكلياس. سنجل نيوكلياس ويكون موقعها سنتر. لكن احنا من نجي مثلا هذه خليه مغزليه واحده، الخليه المغزليه الثانيه راح تجي بجنبها، يعني الطرف المدبب راح يجي ضمن بالقرب من الطرف المتوسع. من راح ناخذ مقطع نسيجي ايش راح يصير؟ راح يصير انه شوفوا انه مو كل المقاطع موجود بيها انويه، لا اكو المقطع اللي جاي على المنطقه المتوسعه راح نلاحظ موجود النيوكلياس، المنطقه اللي ما بيها جاي على الطرف المدبب راح يكون غير حاوي على نواه، لذلك راح تكون مختلفة الأنوية بها. هذه الخلية تكون involuntary، أي لا يمكن السيطرة عليها، لذلك يكون الكونتراكشن مالتها involuntary، وأحيانا نسميها involuntary muscle. أوكي؟ هذه الخلايا شنو فائدتها؟ هذا المسل فايبرز احنا يعني بعد خلنا نتفق بها انه نسميها مسل فايبر، شنو وظيفتها؟ وظيفتها مثلا عندنا في ممكن انه الكونتراكشن اذا صار باليورينر بلادر راح يطرح عن طريق اليوريثرا انه اوتسايد ذا بودي. ممكن اذا صار كونتراكشن بالبلاد فيزلز راح يصير عندنا اليفيتد المان للبلاد بريشر، لذلك لها وظائف في داخل الجسم. هذا بالنسبه للسموث مصل. بالنسبه للكاردياك مصل، الكاردياك مصل نسميه انه هو راح يكون صفات ما بين السكيليتال وما بين السموث مصل. اولا شنو فائدتها؟ اللي هو فائدتها الاساسيه هو بامبينج،
blood to the body. إضافة إلى ذلك راح تكون involuntary. لكن شنو راح تكون مشابهة؟ مشابهة إلى الاسكلتوموسيس striated. ممكن إنه تكون المايوسين والأكتين بداخلها نفس ترتيب الموجود بالنسبة إلى الاسكلتوموسيس. أيضا ممكن إنه شنو؟ لكن ممكن إنه تشابه السموث مصل إنه تحتوي على single center أو centrally nucleus. زين. هذه الخلايا راح تتميز إنه تكون branching. هذه الخلايا المصل فايبرز مالتها تكون برانشينج، لكن شو راح يصير؟ راح يصير انه ري يونايتد او ري فيوزد، فراح تكون خلايا برانشينج بس ري فيوز. شلون الري فيوز مالتها؟ انه هذه الخلايا راح البلازما ممبرين مال الخليه الاولى والبلازما ممبرين مال الخليه الثانيه راح يصير بيها عده انبعاجات راح ترتبط بيناتهم، يسمو الجنكشن اللي بين تلك الخلايا adhesion or gap junction. هذه الجنكشن راح نسميها intercalated disc، وهو ميزة موجودة فقط في الكاردياك مصر، وهو موجود فقط بالهارت، فقط موجودة بالهارت. هذه محاضرتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لإصغائكم. ممكن أي استفسار أو سؤال تخلوه في التعليقات.